مجلس القومي للمرأة من الأماكن اللي حرقت في ثورة ده 2011. كان في المبنى بتاع المجلس الأعلى للصحافة بالظبط، من المباني اللي حرقت. وأذكر رحمة الله عليها الدكتورة فرخوندة حسن لما كانت بنسألها طب إيه اللي حصل في هذا المكان، قالت دخلت مجموعة من الناس لمت المصاحف وأخذوا الهارد ديسكس وأخذوا كل حاجة. ففكرة إن أنا أحرق كمان هذا المكان كان عشان ناخد وقت بقى ما يتبنيش، ما يبقاش موجود. لا هو وكان صعب بيحرق جدا. رمزيه كمان يعني، وطبعا المجلس رمزية الاعلى للمراه فهو بيحرقه، فبيحرق رمزيه المكان تختفي بالظبط. واللقطه الثانيه انا فاكراها كويس قوي، ما كنتش بشتغل في الحكومه ولكن كان منصبي في الامم المتحده. 8 مارس 2011 حصل الهجوم على البنات في ميدان التحرير. لو انا خدت كده بوز على 2011 والتهجم على البنات في ميدان التحرير عشان كانوا بيحتفلوا باليوم العالمي للمرأة المصرية، وحصل تحرش وحصل مشاكل كثيرة جدا.